سيداتي وسادتي، اول فقره هتكون مع نجم الحلقه وهو الفنان ابراهيم سعفان. اهلا يا استاذ ابراهيم، اهلا بيك في لعبه الارقام. احنا تعودنا في البرنامج ان احنا نتعرف على النجم اكتر ونعرفه للجمهور اكتر عن طريق ارقامه، فنقدر نعرف برضو ارقامك عن طريق مثلا سنك. اولا سني 7 × 6 زائد 4. 7 × 6 زائد 4، يعني عندك 46 سنه. معرفش بقى اللي هو كده، مش عارفه برضو. ما هي ارقام. طيب نعرف برضو عمرك الفني بقى. عمري الفني اللي كنت بقبض فيه فلوس ولا اللي كنت فيه هوايه؟ بدات تقبض امتى وابتديت هوايه؟ سنه 60 بدات اقبض. قبضت اول اجر كام؟ يعني ما خدتوش لحد دلوقتي. مش معقول بجد؟ ليه؟ ظروف. شويه نصب كده. طب حالتك الاجتماعيه؟ متزوج. وليك اولاد؟ 5. ما شاء الله. طيب برضو نتعرف عليك عن طريق اعمالك. مثلت في كام فيلم؟ بتوع 40 والعدد في الليمون. هم 44 كده يعني. طيب المسرحيات؟ مسرحيات 30، اعتز منهم ب10. اول واحده كانت ايه؟ اول مسرحيه. ايوه. الرجل والطريق والضبور وحركه الترقيات. دول العشرة. وسنه مع الشغل اللذيذ. لا ده انا بعد يعني ارقام. طيب بالنسبه للمسلسلات الاذاعيه؟ كتير جدا. مسلسلات اذاعيه. كم مسلسله اذاعيه؟ اهمها دماء على الصحراء. طب كم مسلسله تلفزيونيه؟ برضو يعني عايز اقول اهمها عماشه. طيب ودوريمي. ادوريمي؟ دوريمي دي كانت سنه 68. 68. طيب احنا عايزين نسالك عن 3 حاجات في مجال الفن. تقول 3 حاجات بيعجبوك و3 حاجات مش بيعجبوك في مجال الفن. لا يعجبني في الفن تجاهل النقاد للاعمال العظيمه. ده واحد. ولا يعجبني في الفن ان في ناس اللي بتقف ورا الكواليس ويبقى الواحد واقف يشتغل والناس بيكلموا في مجالات تانية. ولا يعجبني في الفن المتطفلين فيه. 3. يعجبك كتير جدا. ويعجبني فيه ان كل واحد يعني الرجل المناسب، الفنان المناسب. أيوة. في المكان المناسب. لازم 3 يعني؟ لازم. مش لاقي 3؟ لا مو كتير جدا، ما هو الواحد ممكن يقسم الى كتير يعني. يعني ممكن من خلاله نطلع حاجات كتير. طب نمرة. ونمرة 2 برضو يعجبني في الفن ان كل واحد ياخد دوره. يبقى في دوره يعني. ده بيحصل فعلا يعني. ويعجبني في الفن ان ممثل كوميديا ما يكونش مستظرف. يعني يكون انسان ظريف يعني بالسليقه كده. بالطبيعه يعني. بالطبيعه. طيب يعني طب دي حاجه من الشروط اللي لازم تتوفر في الممثل الكوميدي مثلا. طب تقول لنا شرطين كمان. شرطين كمان. ما احنا قلنا بقى شرطين كمان في الممثل. دراسه مهمه جدا. الدراسه مهمه جدا. وبعدين نوعيه الناس اللي الواحد بيقدم لهم الفن. يعني الفن لما يكون على الاوبرا مثلا ان شاء الله بعد ما تتبني بقى. غير الفن ما يكون مثلا في فرقه علي حبشه. يعني نوعيه الجمهور نفسه اللي بيتفرج. طيب يعني انت قبل ما تاخد عمل فني معين بتشوف مين اللي هيتفرج عليه؟ او ببقى عارف نوعيه الفن ايه. يبقى انت عارف مين اللي بيتفرج عليك انت بالذات. ببقى عارف. طيب بالنسبة قلت لي الدراسة مهمة، هل دراستك كانت أصلا في الفن؟ درست في الفن، تخرجت في معهد التمثيل. سنة كام؟ سنة 55. 55. ليك هوايات؟ ليا هوايات غير التمثيل؟ غير التمثيل بلعب البوزق. بوزق؟ أيوه. آلة موسيقية وبلعب الأورج. الأورج؟ زي أخونا مجدي الحسيني. طب كويس، تعزف لنا حتة بقى. لا ما هو مجدي موجود وأنا مدربه يعني. لا صحيح. وبلعب كورة. بتلعب كورة؟ أيوة. متأكد؟ أيوة. في كورة هنا؟ بلعب كابتن. تلعب كابتن؟ أيوة. طب كويس. طب الحقيقة دلوقتي دي يعني الـ 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 الأسئلة اللي تعرفنا عليها من أو عليك من خلالها. أيوة. دلوقتي في يعني أسئلة مسابقة. السؤال اللي هتجاوب عليه صح هتاخد عليه جائزة الفقرة دي. شهر مايو فيه أكتر من مناسبة. تقدر تقول لنا مناسبتين 3 في شهر مايو؟ والله اهم مناسبه بالنسبه لنا يعني كمصر العربيه.
ثورة التصحيح 15 مايو. 15 مايو مظبوط. وبعدين أول مايو عيد العمال. عيد العمال مظبوط. كفاية بقى. وبعدين المرأة طبعاً أعتقد عيد المرأة العالمي ولا إيه؟ اللي هو سنة 75 هي سنة السنة الدولية للمرأة الدولية وطبعاً للمرأة. شهر مايو بيدخل في سنة 75. على العموم برضو ليك 2 جنيه عن ال 1000 شكر وبس قبل تحطهم في جيبك على وانت مرتاح كده؟ مبسوط كده. طب دلوقتي مرتاح كده دي طبعا بتاعتك واشهر ايفيه بتاعك او اشهر جمله بتقولها. ليك كلمات تانية او جمل تانية في طبعا في روايات كثيره جدا يعني مثلا في سنه مع الشغل اللذيذ كان فيه لازمه بعملها اللي هي ما بتضحكوش ليه. ما بتضحكوش ليه؟ كانت لازمه تتعمل على طول كده بتاع الواد البيبي يعني. وفي طبعا في الدبور اللي انا مبسوط كده. وفيها في حركة تريات كل سنة وانت طيب. وفي حركات يعني لازمات حركية بقى. يعني بالجسم حركة. بقى بتتوفر مع اداء الممثل زميلي الاصل يعني. يعني لازم تبقى في موقف معين عشان تأديها يعني. بتقولي ما تطلبيش مني حاجة لا يعني. طبعا المهم يعني بتحتاج لحاجات وناس. طبعا المهم احنا بنشكرك جدا. العفو يا فندم. وكل سنة وانت طيب. شكرا.